في الحقيقه يا جماعه يعني اللعبه اللي معانا دلوقتي هي لعبه احنا كلنا بنحبها بالفطره كده من واحنا صغيرين بنتابعها، حتى كمان يعني ممكن شبيهه شويه بالمصارعه، يقول لك ايه ان فيها ضرب، بس هي مختلفه كتير طبعا في قواعدها بشكل كبير جدا. في مصر هنا احنا عندنا شعبيه كبيره جدا بيلعبوا كيك بوكسنج او بيلعبوا البوكس بشكل كبير، لكن ممكن ما كانش حد عارف يروح انهي نادي انهي اتحاد ممكن اللي بيتولى الانديه دي، كان الموضوع فيه شويه مشاكل السنين اللي فاتت، لحد الحمد لله ما تم تاسيس اتحاد رسمي لكيك بوكسنج الحمد لله، ويبقى عندنا قاعده بقى يعني لاعبين من الابطال ان شاء الله هنشوفهم الفتره اللي جايه هيشاركوا في اغلبيه المسابقات الرسميه. النهارده احنا منورنا الكابتن محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسنج علشان يكلمنا بقى عن شكل بقى يعني الاتحاد الفتره الحاليه عامل ازاي، وكمان عن مشاركه الانديه واللاعبين برده هيكون شكلها عامل ازاي. كابتن محمد بنرحب بيك معانا ومنورنا. احنا اللي سعيد بوجودي مع حضرتك والله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الف مبروك طبعا على الاتحاد وتاسيس الاتحاد، وكمان فوزك برئيس الاتحاد المصري. حبيبي انت معاشرنا من زمان وعندك خلفيه بنضالنا كتير طويل عشان كبيره. الحمد لله. الحمد لله دلوقتي عندنا اتحاد مصري للكيك بوكسنج، هو الاتحاد المصري للكيك بوكسنج اشهر في 28/1/2020. اتحاد يسمى بيسميه الناس اتحاد ولد عملاقا على طول كده على طول كده. ان انا صدى البلد جه غطى وان بوكس جه غطى، بنتابع دايما معاكم الحمد لله. اول ايفنت لينا، اول بطوله لينا كان فيها حوالي 5000 لاعب، لعبنا على 6 ملاعب. انجاز كبير قوي ما اتحققش في الالعاب الفرديه قبل كده، كانت هي دي بدايتنا. اللي شارك في الحدث البداية. اللي شارك في بدايه الحدث اول حدث لينا حوالي 5000 لاعب، حاجه كده ان شاء الله بنفتخر بيها ونفتخر بيها دايما ان احنا قدرنا نبدا كده. ان شاء الله اللي جاي كمستقبل هيبقى افضل بكتير. طب معلش كابتن محمد قبل ما اخش معاك عن المسابقه اللي تمت بعد فوزكم بالاتحاد بتاني يوم يعني او تالت يوم على ما اعتقد، عايز اتكلم معاك عن دور الاتحاد الفتره دي. ليه كنتوا عايزين اتحاد رسمي لكيك بوكسنج من البدايه؟ كأي رياضه، الرياضه تمارس باكثر من هدف. في الناس بتمارس الرياضه على مستوى الممارسه، انا بلعب رياضه عشان العب رياضه، تمام. وفي ناس بتلعب الرياضه عشان البطوله، وفي بيتمنى يبقى ليه هدف من البطوله دي، هدف عالمي، هدف يعني يبقى بطل القاهره، بطل الجمهوريه، بطل مصر او بطل محافظته. وفي بقى جنب الامور دي في الرياضه حاجات كتير مرتبطه بيها هي اللي بتخليك انت تستمر في الرياضه او لا، تمام. يعني احنا عندنا مواهب كتير في الرياضه ممكن تستمر او لا، الظروف العائليه، التعليم، العمل، الشاب بطل كويس بس عايز يتجوز ويكون اسره. لما يكون الدوله بترعى الرياضه الامر بيتغير خالص، لما يكون في دعم بشكل كبير وواضح بالنسبه للاعب الامور بيختلف، الامور منها بتختلف كلها. منها رقم واحد درجات درجات الحفظ الرياضي اللي بياخدها الطالب، فبتخليه وهو بيذاكر اهله ما بيعرضوش ان هو يتمرن. ليه؟ لان الرياضه دي فيها امل انها تضيف له للاعب نفسه. ازاي؟ انها بيستفيد مثلا درجات ثانويه عامه اللي هي 3-4% على ما اعتقد مثلا. في مكافئات بتبقى اللاعبين الابطال في عالمي، يعني لما بحقق بطوله باخد مكافاه من وزاره الشباب والرياضه. في دوله في ظهرك، في فرق لما اكون بمثل مصر عالميا وفي ظهري دوله بتدعمني، او انا بمثل مصر عالميا ومفيش حد بيدعمني. في اتحاد في ظهرك وفي وراك كمان مسانده من الدوله بشكل اكبر. فعشان كده كان النضال عشان يبقى في كيان اسمه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، اللي كان الحمد لله وان شاء الله. يعني عارف اوقات كتير لما تنتصر او لما توصل لهدفك بتبص على ورا كده وتبتسم. من سنين تعب. احنا كان كل حلمنا يبقى لينا كيان، وانتصر لنا لده وزير محترم دكتور اشرف صبحي جدا. احنا كلنا بنحبه طبعا. بجد عارف توج كل الاحلام وكل الصراعات لمده 20 سنه، اللي احنا ما بقيناش عايزين نتكلم عن الصراعات، احنا بنتكلم عن الانجاز لمده 20 سنه. هو من ادفى وزراء الشباب والرياضه اللي بجد اللي جم لقطاع الرياضه في مصر، ورئيس لجنه اولمبيه محترم برضو المهندس هشام حطب، وقيادات عندي في اللجنه الاولمبيه وقيادات في وزاره الشباب والرياضه بجد ساعدتنا عشان يبقى لينا كيان. الحمد لله لينا كيان. الحمد لله. طيب خلاص بقى لينا كيان رسمي بشكل كبير جدا، وعلى طول اول ما الاتحاد تم تاسيسه بعديها بتاني او ثالث يوم على طول عملنا بطوله. لا، عملنا دوره تدريبيه. دوره تدريبيه عملنا ثلاث احداث في الفتره اللي فاتت. اول حاجه احنا اشهرنا 28/1، يوم 1/2 عملنا الدوره التدريبيه التصنيفيه الاولى، حضرها 500 مدرب. تمام. حضرتك لما تيجي استاد القاهره والناس اللي كانت بتصور متخيلين دول اللعيبه، لا يا فندم دول المدربين اللي بيديروا اللعبه في مصر. 500 مدرب في اول دوره تدريبيه بعد يومين من قرار وزير الشباب والرياضه الحمد لله بتاسيس الاتحاد. بعد شهر واحد
عملنا بطولة مصر المفتوحة الأولى. مهرجان رياضي صادم لبعض الناس، مفرح لكثير من الناس. إزاي اتحاد ناشئ، الناس كانت بتعمل مقارنة بيننا وبين اتحادات كتير قديمة، إزاي اتحاد ناشئ يقدر في أول حدث ليه اللي أنت بتتفرج عليه دلوقتي بحضور الجمهور ده كله، بالتنظيم ده كله، إزاي يقدر يوصل إنه يدير بطولة فيها 5000 لاعب مشارك غير الجمهور؟ ال 5000 لاعب دول المفروض كلهم يعني محترفين ولا هواه؟ لا، دول ولاد اللعبة الصغيرين الجداد اللي احنا بنقول ان هم دول اجيال مصر في المستقبل ان شاء الله. دول يعني البطولة دي اللي حضرتك بتتفرج عليها دلوقتي، دول أيوة. دول الناس اللي احنا بنبدا بيهم نشاطنا، لكن احنا عندنا في مصر كوادر كبيرة وابطال عالمية كتير. يعني هل الاتحاد مثلا جاب ال 5000 لاعب دول عشان خاطر يختار منهم افضلهم، ولا دول 5000 لاعب عندنا مسجلين تابعين للاتحاد المصري للكيك بوكسينج؟ لا، احنا في مصر اكبر من العدد ده بكتير قوي كمان. احنا في مصر مئات الالاف يمارس رياضه الكيك بوكسنج، لكن العدد ده كان الكرنفال او المهرجان الاول للكيك بوكسنج في مصر. لكن احنا في على التوازي بصدد اختيار المنتخب القومي، بنختار افضل عناصر من مصر. دي في خطه نشاطنا القادمه ان شاء الله، افضل عناصر من مصر عملناهم في البطوله دي ادوار تمهيديه، لكن هيبقى ليهم ماتشات خاصه بيهم كده. في فرق بين مهرجان رياضي كبير، فرق بقى بين ان اللاعب ده مين هنختاره اللي يمثل مصر عالميا. البطولات الرسميه، في البطولات الرسميه اتفاجئت بشكل اللاعبين وظهورهم بالمستوى ده؟ لا، انا الولاد دول ومدربينهم انا مقضي عمري كله في وسطيهم، انا عارف قد ايه احنا عندنا كوادر من المدربين واللاعبين والحكام، لكن اللي كان فارق معايا ان العالم يشوفهم، والعالم يشوفهم وولي الامر بياخد ابنه شهاده رسميه، والولد بياخد ابنه شهاده رسميه تبع الاتحاد الرياضي، تبع لوزاره الشباب والرياضه. ده الجديد لينا، ان احنا لعبه منتشره ما كانش ليها اعتراف. النهارده اللعبه دي بقت موجوده في كل نادي وفي كل مركز شباب. اللعبه دي بقت موجوده في كل حته، في كل صاله خاصه هتلاقيها موجوده. احنا بالفطره كده وبطبعنا احنا بنحب اي حاجه فيها بوكس، تمام. احنا بنلعب وحتى واحنا صغيرين هتلاقي حتى بين الاصحاب بعضهم من بعيد، حتى مش لازم بينهم من بعضهم يعني. فلما يكون كمان عندنا اتحاد اتاسس للعبه زي دي على ما اعتقد، يعني هتشوف عندك ابطال وشباب يعني على اعلى مستويات. بص، هحط ستيب كده اساسي، بس اهم حاجه الاختيار. طبعا عندنا ستيب اساسي كده، ان الشعب المصري بيحب الالعاب النزاليه، ملاكمه، كونغ فو، كاراتيه، تايكوندو. الكيك بوكس بقى جايه شامل الالعاب دي، اللعبه اللي شامل الالعاب دي، فناس كتير قوي من محبين الالعاب الدفاع عن النفس بيتجهوا ليها لاسباب بتخص اللعبه دي. لو عايزين نتكلم في النقطه دي بشكل خاص انا تحت امرك. الكيك بوكسنج كرياضه نزاليه بتستخدم مهارات الجسم كلها، بتستخدم مهارات الايد. تعال نشرحها يا كابتن، يعني تعال نوضحها، ايه الفرق بينها وبين البوكس العادي وبينها وبين المصارعه؟ هي كلها العاب قتاليه، بس في الاخر خالص ايه الفرق بينهم كلهم؟ يعني جت رياضه، جت خبراء الدفاع عن النفس في العالم فكروا في رياضه تشمل فنون الدفاع عن النفس وفيها حريه اكتر في الحركه، فكانت رياضه الكيك بوكسنج بستخدم فيها معظم اسلحه الجسم، فيها طبعا بانواع مختلفه تراعي الرغبات المختلفة للي بيمارسوا الرياضات دي. تعال نتكلم الأول عن الرياضة. الرياضة بتستخدم أسلحة الجسم اللي هي الإيد زي الملاكمة، والرجل زي التايكوندو والكاراتيه، بتحطهم مع بعض في لعبة واحدة، وكمان بناخد كمان الركبة في بعض الاستايلاتها، بتتلعب على حقيقة ملاكمة، شكلها أفضل شوية، أشيك شوية، فالولاد بيحبوا ده. طيب الولاد عندنا بينقسموا لأكتر من افكار، يعني في ناس، في ولي أمر عايز ابنه يلعب رياضة فيها قوة جدا، وفي ولي أمر بيخاف ابنه يلعب رياضة فيها قوة قوي. فعندنا انواع للكيك بوكس، في انواع فيها قوة قوية جدا زي الكي 1، زي اللو كيك، زي الفول كونتاكت، وفي انواع اقل قوة زي اللايت كونتاكت. من انواع الكيك بوكسنج برضه زي اللي بيتلعب على البساط دلوقتي ده. ده مفروض ده قوة، ده لايت، ده القوة فيه اقل شوية، ده الاطفال ده. لا، وفي منه كمان اضعف من القوة زي اشبه من الكاراتيه كده اللي هو اسمه السيمي كونتاكت، ده للبنات. لا يا فندم، انت ممكن يبقى راجل وعايز يلعب سيمي كونتاكت يلعب، وست وعايز تلعب. في ست عايز تلعب لعبه قويه زي ابطال العالم جمعه عليه عندك قبل كده في حلقات بيلعب، لكن الالعاب بتاعتنا دي فيها مختلف الرغبات، يعني اللي عايز عنف اقل في انواع فيها، واللي عايز عنف اكتر في انواع فيها. دول عندهم كام سنه الاطفال دول؟ حضرتك بتتكلم في 9 سنين تقريبا اللي بيلعبوا دول، وهم يعني عارفين قواعد اللعبه في السن ده؟ عندنا من الاول 4 سنين بيلعبوا اللعبه دي. احنا اي ام واي اب ممكن يودي ابنه 4 سنين يلعب في النادي. اتعلموا فين الرياضه دي؟ فندم الرياضه دي موجوده في كل مركز شباب وفي كل نادي وفي كل صاله خاصه. الرياضه بتاعتنا محبوبه. عايز اقول لك كانت صدمه للمسؤولين الامن في الاستاد، وكانت صدمه لاداره الاستاد لما شافوا الاعداد دي كلها جايه في اول حدث لينا. بعد كده قالوا لنا لما يبقى عندكم حدث يعني تبلغونا قبلها بفتره عشان انا نفسي لما شفت المنظر ده كنت في ذهول، يعني لما لقيت ان في اعداد كبيره كده بالمنظر ده للاعبين وكمان المدربين وبرده الجماهير. ده دول اللاعبين والمدربين، الجمهور بقى كان بالنسبه لي انا قلت ده بره مصر.
لا الحمد لله ما كنتش متخيل ده جوه مصر الحمد لله. ده انا عايز اوضح لحضرتك ان مثلا لما تروح اي لعبه نزاليه اخرى هتلاقي حلقه مثلا في الملاكمه، هتلاقي في الكاراتيه، في التايكوندو، انت عندك 6 ملاعب بيتلعبوا مع بعض في نفس الوقت. دي منظور يعني احنا بنقول للناس ان احنا اداريا، وبنقول للناس ان احنا تنظيميا ان شاء الله مع بعض قادرين مع المدربين بتوعنا قادرين ننظم حدث بالمستوى ده. ده بيقول ان احنا في المستقبل كمان لما بنشتغل على مستوى الجوده نقدر ننظم حاجه اجمل كمان ان شاء الله. طب احنا يعني ما شاء الله والبدايه عامله كده، انا كنت فاكرها بطوله دوليه مش دوره لسه يعني، هو في البدايه كده دوره محليه. هو في ناس كانت بتتفرج على السوشيال ميديا وكانت بتقول عليها بطوله دوليه لكن دي بطوله مصر الاولى المهرجان الاول للكيك بوكسنج، لكن اللي جاي احسن بكتير ان شاء الله. الخطه بقى اللي وضعها الاتحاد المفروض بقى ان هو يعمل بطولات رسميه دوليه الفتره اللي جايه محليه ودوليه. الاول الموضوع نبدا بالمحلي الاول. تمام، احنا ككيان عندنا خطه لتطوير لعبتنا. تمام، فاول خطواتها على مستوى الممارسه هننتشر في كل مصر. يعني ايه؟ كل مركز شباب وكل نادي وكل صاله خاصه، احنا سامحين للصالات الخاصه انها تشتغل في كل مصر. يبقى اي ولي امر او اي اب يقدر يروح لاقرب مكان ليه هيلاقي رياضه الكيك بوكسنج. ال 500 مدرب بتوعنا اللي في الدوره التصنيفيه الثانيه هيتعمل زيهم دوره تصنيفيه ثانيه يوم 17/7 او الدوره التصنيفيه الثانيه للمدربين. ليه؟ تمام. عشان نقدر يبقى عندنا حوالي 1000 مدرب في مصر. حضرتك في كل مراكز شباب مصر وكل انديه مصر وكل الصالات الخاصه في مصر في النشاط ده على مستوى الممارسه. على مستوى البطوله احنا الولاد كلها بيلعبوا في النادي. تمام. لكن مين فيهم يلعب بطوله؟ على مستوى البطوله والكوادر بتاعتنا دي بتختار افضل الابطال عشان يمثلوا الانديه بتاعتهم في بطوله مصر في بطوله المحافظه. اول حاجه عندنا قسمنا السنه نصين. تمام. كنشاط النص الاولاني بنلعب بطولات على مستوى الانديه لكل مصر وقسمناها مراحل سنيه عشان ما بقاش بالاعداد دي. تمام. فقلنا مثلا مرحله 11 12 13 سنه بطوله لا البراعم والناشئين والشباب بالظبط كده. فعاملين بطوله البراعم بطوله الناشئين ان شاء الله على صفحه الاتحاد النهارده يقدر كل الناس تفتح وتشوف خطه النشاط بتاعتنا. ففي بطوله البراعم على مستوى الانديه على مستوى الجمهوريه للشباب للناشئين للعموم للكبار. عندنا كان جزء اساسي تجارب اختيار المنتخب القومي في استمرار لتجارب اختيار المنتخب القومي ان شاء الله بمجرد بدايه النشاط ان شاء الله من يوم في خطه نشاطنا تجارب اختيار المنتخب القومي هتكون ان شاء الله يوم 20/8 من 20/8 ل 22/8. هو كابتن الورقه اللي معاك دي خطه النشاط بتاعتنا ان شاء الله. لا هنعرف بقى الخطه ايه عباره عن ايه عشان نبقى مع الناس بشكل رسمي كده اوضح. طب. لكن هنطلع الفاصل يا جماعه ونكمل لسه مع كابتن محمد صبيح رئيس اتحاد كيك بوكسنج بعد الفاصل. خليكم معانا. ولسه يا جماعه بنستكمل لقائنا مع كابتن محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسنج. كابتن محمد احنا قلنا كده يعني بالنسبه للخطه اللي وضعها الاتحاد اول مشاركه رسميه لينا بالنسبه للمحلي بقى. احنا عندنا الاول رسميه محليه هنستكمل دوره المدربين. تمام. الجزء الثاني منها عندنا اختبار التصنيف الاول للاحزمه. احنا كيك بوكسنج في مدار 20 سنه اللي فاتت ما كناش بنشتغل احزمه بشكل رسمي. تمام. دلوقتي اول اختبار تصنيفي للاحزمه. يعني ايه؟ عندنا لمده 20 سنه في ابطال بمستويات مختلفة، ما ينفعش كلهم يبقوا على نفس الدرجة. هي اللعبة دي فيها أحزمة برضو؟ اه طبعا، زيها زي كل الألعاب اليابانية فيها أحزمة. بتبقى كام حزام المفروض أو كام لون ولا إيه؟ الألوان نفس ألوان نفس ألوان الحزام اليابانية نفس الألوان. إحنا بنختبر بنعمل المدربين واللاعبين بنعمل لهم اختبار تصنيفي عشان كل واحد وخبراته، لأن في حد بيلعب اللعبة دي بقاله شهر، في حد بيلعب اللعبة دي بقاله 10 سنين. يعني معلش برضو نوضح للناس أكتر، اللعبة دي بيتم تصنيف الأبطال بتاعتها على حسب الأحزمة مش الأوزان. لا، إحنا عندنا الاثنين على التوازي. الاثنين على التوازي. عندنا في البطوله على بتتقسم اوزان بيخشوا مع بعض منافسات يبقى ده بطل مصر في وزنه. تمام. وعندنا كمان تصنيف اخر اللي هو تصنيف بالاقدميه. حضرتك ممكن تكون بتلعب الرياضه دي بقالك 10 سنين وانا بلعبها بقالي 3 سنين واكسبك. تمام. مفيش جدال. موهبتك اعلى مني، عندك مهارتك اعلى. الله عليك. لكن في برضه جانب اخر اللي هو الجانب الاقدميه بالحزام، ده بقاله قد ايه يمارس هذا النشاط؟ خبراته في النشاط دي واصله لحد فين؟ فاحنا بنعمل ده للمدربين وبنعمل ده للاعيبه. فده هيبقى اختبار تصنيفي الاول في تاريخ مصر للجزء ده اللي هو تصنيف الناس ودرجاتهم. بعد كده هنستكمل تجارب منتخب مصر ان شاء الله. انا عايز اديك تاريخ حقيقي عشان التاريخ ده اول مره يعلن النهارده. هيبقى 20/8 ان شاء الله 22/8 هنستكمل تجارب منتخب مصر. طبعا يعني في اطار الالتزام بخطه الدوله في عوده النشاط ان شاء الله. النشاط ان شاء الله المفروض بدا من 1/7. الالعاب العابنا التلامسيه بدات هتشتغل الفتره الجايه من 15/7. هندي الولاد شهر تقريبا يجهزوا، بعد الشهر ده هيبداوا يخشوا في منافسات جديده من يوم 22/8 ان شاء الله كتجارب منتخب مصر القومي عشان نختار منتخب مصر القومي. يعني هنا هيتم اختيار اللاعبين المفروض لمنتخب لقوام المنتخب اللي هم دول اللي هيخشوا المنتخب ونبدا نعد فيهم عشان اول بطوله دوليه جايه.
طيب هنا اخترنا اللاعبين خلاص، هنا في جهاز فني بيبقى يعني المفروض بيتحط لكل قطاع. اه طبعا. سواء للناشئين او الشباب او حتى الكبار. بالظبط كده. هنا تم وضع المفروض اسماء مرشحه للمنتخبات؟ لا، احنا عندنا عناصر كتيره في الرياضه دي معروفه وليهم اسماء معروفه، وفي شباب كوادر شابه موجوده، فاحنا طرحنا الفرصه يعني سيبنا الفرصه للجميع. ما قلناش، هقول لك اختيار المنتخب مبني على ايه. اختيار المنتخب القومي بتاعنا مبني على مين هيحقق النتيجه في الاول. يعني لو لقينا العناصر اللي جايبه اول هنضمها للمنتخب القومي. تمام. اوقات بنقابل في الادوار التمهيديه بعض العناصر الجيده، بنقدر عندنا من خلال لجنه فنيه جوه الاتحاد بنقدر نختار العناصر الجيده اللي نضمها للمنتخب القومي. احنا بنختار من افضل نتائج موجوده من المدربين مين يمسك المدرب المنتخب القومي، افضل نتائج وافضل خبرات. بناخد العناصر دي ونعمل منتخبات قوميه في كل المراحل، في المراحل السنيه المختاره. هنعمل في شباب ألف وشباب ب والعموم. تمام. الكبار هيبقى في منتخب قومي وفي اعداد. الاول في معسكر مفتوح وبعد كده في معسكر مغلق، وده طبقا لخطه. المفروض ان احنا عندنا اول حدث دولي كبير هنشارك فيه، في بطوله. طب وصلت مع اتحاد دولي؟ اه طبعا. بصفكم كاتحاد مصر خلاص رسمي؟ اه طبعا. بطوله العالم للشباب ان شاء الله هتقام في صربيا في شهر 11. يعني انا بقول لشبابنا ولادنا اللي 17 سنه و18 سنه و19 سنه نعدهم بقى 15 لا الله. استعدوا نفسيا، بعد شهر هيبقى في تجارب، هنعسكر لحد شهر 11، هنبدا نتمرن لحد شهر 11 عشان مين فيكم اللي هيرفع علم مصر. لا انا متفائل والله، يعني انا متفائل جدا الحمد لله باللي انا شفته بالنسبه للاطفال الصغيرين اللي عندهم 8 9 سنين وبالمستوى ده. انا متفائل جدا على مستوى اكيد الشباب والكبار طبعا. طب كابتن محمد، ده بالنسبه للشباب المحترفين بالنسبه للعبه. طب لو لاي ولي امر عايز يعني يبدا مع ابنه كده اللعبه دي يعمل ايه؟ يتوجه لفين؟ باختصار اي سن ممكن اجيب ابني؟ من اول 4 سنين. تمام. طب لو انا شاب عندي 17 سنه ينفع العب اللعبه دي وما العبش؟ لا تعالى العب. طب انا راجل عندي كبير وعندي 40 50 سنه ينفع اروح ده؟ اه. لو انا راجل كهل وعايز العب رياضه ممكن اروح العب الرياضه دي؟ اه. يبقى اي حد في اي سن في اي قوه بدنيه يقدر يمارس النشاط الرياضي، بس يفرق الهدف. انا هبقى بطل ولا انا همارس ده لمجرد الرياضه والصحه العامه؟ تمام. ادي في اتنين. تمام. المكان، احنا في كل اماكن مصر موجودين، مدربينا موجودين في كل مصر. طب انا مش عارف اقرب نادي ليا ازاي؟ بالظبط، اعرف منين؟ حضرتك تقدر تتواصل على صفحه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، تطلب تقول حضرتك ساكن فين ونبعت لك ارقام اقرب مدرب ليك واقرب مكان بتمرن فيه. يعني عندنا ده اقرب مكان رسمي تابع للاتحاد لكيك بوكسنج. يعني لو ابن حضرتك او ابن حضرتك موهوب في اللعبه وشايفين ان هو ليه مستقبل ان شاء الله بعد التدريب طبعا، ده هنا ممكن يتم اختيار منتخب مصر. عارف احنا في مبدا كده، في مبدا بنشوره يعني مش اكاديميه خاصه اقصد او مدرسه خاصه، دي تابعه للاتحاد. يعني الاتحاد شايفهم سواء خاصة أو عامة لازم أي حد يمارس النشاط يبقى تابع للاتحاد. ماشي، بس أقصد يعني الفترة الحالية يمكن يعني على المستوى الآخر مثلا كرة القدم، مثلا كرة القدم منتشرة جدا في الجمهورية سواء كان أندية أو مراكز شباب أو حتى كمان مدارس خاصة مش تابعة للاتحاد. تمام. فهنا ممكن حد لعيب جدا بس يعني ما فيش حد شايفه. تمام. فأقصد هنا الاتحاد شايف الأندية دي أو شايف مراكز الشباب دي؟ احنا ده بالظبط موجود. احنا بنقدر نعمل منافسات زي اللي حضرتك شفتها دي، بيجوا لنا فيها العناصر بنختار منهم اكفأ العناصر. تمام. وافضل العناصر، بس احنا بندرج الاولاد. الاولاد لسه في البدايه، مجرد بيلعبوا رياضه، لاولاد دخلوا في مستوى المنافسه، لاولاد دخلوا في مستوى البطوله، يعني وصل ان هو يبقى بطل. المرحله الاولى بالنسبه لنا بنعمل بطوله جمهوريه على مستوى الانديه. تمام. في خطه نشاطنا بطوله البراعم للناشئين للشباب للكبار. البطوله دي بيجي فيها كل انديه مصر، بنختار فيها افضل عنصر في كل وزن. ده بالنسبه للشكل الثاني من الاختيار. تمام. البطل اللي هيطلع من هنا هلاعبه مع البطل اللي انا اخترته في تجارب المنتخب في اطار خطه الاعداد. ده شكل عندنا في خطه نشاطنا برضو كمفاجات للناس من خلال برنامج حضرتك. احنا عملنا اول ايفنت يسمى دوري المحترفين. دوري المحترفين ده بنختار من مصر افضل 8 لاعبين. تمام. بيتم بينهم من بعض منافسه في خلال دوري، من خلال دوري يعني كل واحد بيلعب السبعه. تمام. يعني افضل 8 كل واحد بيلعب السبعه، افضل عنصر ده اللي بنصعده يلعب باسم مصر عالميا في مستوى الاحتراف. الكيك بوكسنج يا جماعه فيه هواه وفيه احتراف، غير فكره كره القدم. احنا في منافسات للاحتراف لوحدها وفي منافسات للهواه لوحدها، فانا عندي منتخب للهواه لوحده وعندي منتخب للمحترفين لوحده. بس كده لا، في النص الثاني من السنه افضل 8 انديه في مصر هيعمل لهم دوري. احنا خطتنا ان كل لاعب ما يلعبش شهر ويروح يقعد في البيت يرتاح، طول السنه بيلعب رياضه. خطتنا ان اولادنا استمراريه عشان نقدر المنافسه الكتير دي هي اللي بتعمل بطل. احنا في البدايه عندنا عارض، الامكانيات الماديه مش كبيره، طب هنقدر نعمل ايه؟ هنخليهم في استمرار في منتخب
في تجارب باستمرار، في ماتشات باستمرار، خلينا نختار افضل العناصر، افضل العناصر من اللاعبين مع افضل العناصر من المدربين، ان شاء الله يبقى عندنا نتائج ان شاء الله. يا جماعه بص، يعني لما يكون في عندك رئيس اتحاد متخصص في اللعبه وكمان مارس اللعبه وكان راجل مدير فني في كيك بوكسنج على مدار سنوات كبيره الفتره اللي فاتت، وكمان بالروح دي والمعنويات دي، وشايف كمان ان احنا يبقى عندنا ان شاء الله يعني منتخب ليه قوام محترم واساس يعني هيشارك في البطولات اللي جايه وياخد ميداليات، طبعا دي حاجه الواحد يعني يفخر بيها جدا ان يكون معانا النهارده كابتن محمد صبيح رئيس اتحاد كيك بوكسنج. نورتنا جدا يا كابتن، بشكرك جدا، وكل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شكرا جدا ليك. يا جماعه احنا كده خلصنا النهارده معاكم حلقتنا من انبوكس سبورتس، استنونا الاسبوع اللي جاي بكره حلقه جديده من انبوكس. سلام.